بارك الله إيه؟ يا عمي ابو علي، مقلوبه كفو والله كفو، قام يتفنن عمي ابو علي والله كفو والله. ولا واشوف شوي 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 من بعيد من بعيد، لا لا تحترق لا تحترق عليك. شوي 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 انتبه انتبه انتبه، زيت 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 عمي ابو علي. اقول سنة شوف عمي ابو علي عشان لا تحترق والله، نزل بالملاس من بعيد من بعيد بالملاس. ايوه يلا بكيفك بهوا ان شاء الله عليك يا عمي ابو علي. اشوف شاري جديرات وصحون جديده بعد باقي، لا صحينات صغيرات حق حق رمضان، حق رمضان لا بتدلعني في رمضان. الله يبلغني وياك يا عمي ابو علي، الله يبلغني وياك بعد عمري، الله يطول بعمرك. حياك الله والله اني احبك واموت فيك يا عمي ابو علي، حنون انت والله حنون يا بعد روحي والله. غطي جديد ذا ما شاء الله تبارك الله. شرينا حق البصل والطماطم حديد اي هذا الشغل العدل يا عمي ابو علي، هذا الشغل العدل. ايه شرينا حق البصل سمول، ايه حط البطاطس واضغط على وتطلع عليك مفرومه. شلون شلون تطلع البطاطس شلون؟ حط البطاطس هنا واضغط عليه وتطلع على البطاطس مفرومه. قطع البطاطس جاهز. ايه ما شاء الله بعد شريت يا عمي ابو علي، بعد شريت كنا ذليل صحون جدد. لا لا ذليل من قديم. ذليل قدام بعد شريت كنا استعداداتك حق. ايه الماي الله يعطيك العافيه يا عمي ابو علي، الله يعطيك العافيه والله احنا من غيرك ما نسوى شيء. انت اللي مرتبنا يا عمي ابو علي والله والله، ما لو علينا كان اكل من هالمطاعم. باقي قفل حق الباب. بتقفل الباب؟ باقي قفل ما ابي احد يدخل هنا. شوف شو حماد وطق البدوي يعني بذمتك هذا عادي كذا هذا حالي. لا والله مو بعاد ما يستاهل. شوف اكسروه ها كسروه يعني هذا حالي كذا كذا يعني ليش ما قفل؟ لا قفل قفل يا عمي جد قفل 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 شرنا مو بس شرنا مو